أيتها الطاقة الإيجابية، أحضري واذهبي للحلوة اللي أعددك. يا صباح الخير والجمال والسعادة على عينكم يا أحلى بنات في الدنيا كلها. النهاردة الموضوع بتاعنا مهم جدا جدا جدا، ولكن قبل ما أبدأ الموضوع عايزة أقول لكل البنات اللي سألتني عن منتجات العناية اللي أنا بستخدمها لنفسي. فأنا في الفترة الأخيرة استخدمت منتجات لوك فانتاستيك، هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن بوكس، وفي 20% خصم مخصوص لكل متابعاتي. يا رب تستفيدوا منه وتعجبكم المنتجات. وكمان كل البنات اللي سألتني أنا بمسح الميك اب بتاعي بايه، فانا حابه اوريكم البرودكت اللي انا استخدمته، جارنيير سكن اكتيف. ده من احسن المنتجات اللي انا استخدمتها. هتلاقي برضو اللينك في الديسكريبشن بوكس وعليه خصم كبير جدا جدا مخصص لعيونكم. اوعي تنامي بميك اب. النهارده يا بنات الموضوع، وبعد الفيدباك الكويس جدا جدا اللي سمعته من فيديو ازاي الفلوس تجري وراكي، قررت ان انا اعمل لكم فيديو ازاي تبقي غنيه في 10 خطوات. الفيديو ده مهم جدا جدا، وانا متاكده ان ده من الفيديوهات اللي هتعمل فرق كبير جدا جدا في حياتك، وهتحسي نفسك بترجعي لها من الفتره للتانيه. علشان كده عايزاكي تتابعي الموضوع كله كامل، اوعي تفوتي نقطه. يا ريت تعملي كوبايه شاي او نسكافيه او اي حاجة بتشربيها وترجعي، علشان عايزاكي في موضوع مهم، وهو ازاي تبقي غنية في 10 خطوات. الفيديو ده يا بنات هيكون بيست على خبراتي انا الشخصية، تجاربي الشخصية، تجارب ناس حواليا، حاجات سمعتها وحسيت ان انا عايزة افيدكم بيها زي ما استفدت. هنقول النقط من الاخر للاول، اوعي تفوتي نقطة. النقطة رقم 10، الناس الاغنياء ما عندهمش وظيفة ولكن عندهم لايف ستايل. ترارارا، يعني ايه؟ طبعا وانا صغيره كنت بقعد اسال ماما واسال بابا واسال اهلي واسال الناس اللي حواليا، ليه لعب الكوره الفلاني ده غني قوي وبيقبض بالدولار، وانتوا بتقعدوا تشتغلوا من 9 ل 5 او بتشتغلوا اليوم كله، يا دوب بتمشوا الشهر، وكمان بتستلفوا، كمان الموظف الغلبان يا حرام بيستلف علشان يمشي الشهر. ليه ده بيحصل؟ ليه الناس دي غنية قوي قوي مع انها مش بتشتغل كمية الساعات وكمية الوقت اللي انتوا بتشتغلوه وانتوا مش اغنياء؟ لما كبرت ما كنتش طبعا لاقية اجابة للسؤال ده، ومحدش قدر يجاوبني اجابة تحترم عقلي واجابة انا احس ان لا الكلام ده مظبوط. لحد ما كبرت واكتشفت ان الناس الاغنياء اللي هم عندهم لايف ستايل هم ما بيشتغلوش، ما بيقعدوش على مكتب من 9 to 5. الناس دي زي ما انا قلت لكم في الفيديو اللي فاتت، اتبعت شغفها، شافت هوايتها فين، حولتها لشغف، اتبعت شغفها، مشيت ورا شغفها وحولت الشغف ده لشغل فنجحت فيه. نمسك مثال زي محمد صلاح، عنده موهبة، عنده شغف، ولكن هو ما بيشتغلش بالشغل اللي احنا بنقول عليه. هو عنده حاجة اسمها لايف ستايل، بيصحى الصبح بدري، بيفطر الفطار المعين، بعد كده بيروح على التدريب، بيتدرب، بعد كده بيرجع للغدا، بعد كده بيروح لأسرته، يقعد مع أسرته الكواليتي تايم، بينام بدري، بيصحى بدري، بيكلم أهله. عنده كده حاجة اسمها لايف ستايل، الشغل اللي هو بيشتغله حاجة بيحبها جوه اللايف ستايل، ما فرقش ده عنده. نيجي بقى احنا يا حرام الناس العادية اللي زينا، نقعد نشتغل، يحصل لنا ستريس في الشغل، 8-9 ساعات في الشغل، بعد كده نرجع البيت عندنا ستريس من الشغل، فبنزعق لولادنا، علاقتنا بأزواجنا متوترة، علاقاتنا مش سليمة لأننا تحت ضغط من الشغل، وكمان نايمين بنفكر في الشغل وهنعمل ايه لبكرة، نبقى في أجازة المدير يتصل بينا، الشغل ده فين، الشغل ده مخلصش، ناقص كذا ناقص كذا، فحياتنا كلها شغل في شغل. تيجي بقى بوستس بقراها على الفيسبوك، الشغل مش حياتك، ما تديش الشغل أكبر من حجمه، حاولي تفصلي الشغل عن حياتك الشخصية. فازاي هنفصل الشغل اللي هو 8-9 ساعات في اليوم، اللي هي احلى فتره في يومنا، الفتره اللي فيها الشمس، الفتره اللي فيها الهواء، الفتره اللي فيها الطاقه، بتروحي البيت معدومه الطاقه تماما، ازاي هنفصل الوقت السمين ده عن حياتنا الشخصيه؟ فهنا الناس بتبقى مش عارفه هو ده شغل ولا حياه، وبصات تكتب الشغل مش حياه. لا، الناس الاغنياء ادركوا ان الشغل جزء من الحياه وما اسموش شغل، هو اسمه لايف ستايل. طبعا كلامي مش دعوه لاي حد ان هو يسيب وظيفته، دي نقطه رقم 10. النقطه رقم 9 واللي مبنيه على النقطه رقم 10، وهي الناس الاغنياء مش هما اللي اغنياء بالفلوس اللي هي الورق،
الورق معاكي كام، في جيبك كام. لا، الناس ركزي معايا، الناس الاغنياء هم الناس اللي عندهم حاجه الفلوس ما بتشتريهاش. ترارارا. فهنا محمد صلاح عنده موهبه، مش هروح السوبر ماركت اقوله هات لي بربع جنيه موهبه. المطربه الفلانيه ما عندها صوت لا يقدر بمال. الممثل اللي حصل على الاوسكار عنده موهبه التمثيل. الست البسيطه اللي قاعده من البيت بتعمل اشغال يدويه وبتبيعها. الست اللي قاعده بتعمل برطمانات المخلل وبتبيعها وبنجرانها واهلها واصحابها، الناس دي عندها اللي لا يقدر بمال. فالناس الاغنياء هم اللي ادركوا ان هم عندهم موهبه او عندهم حاجه لا تقدر بمال. بيل جيتس عنده الفكرة اللي لا تقدر بمال. فهنا الناس الاغنية هي اللي عرفت نقاط قوتها واستخدمتها صح علشان تحولها لشغف وتحولها للايف ستايل، فادركت ان عندها حاجة الفلوس مش بتشتري. النقطة رقم 8 معانا النهاردة، وبرضو اللي مبنية على النقطة رقم 9، وهي الناس الغنية هي مش اللي بتهتم باللبس والبراندز وانتي لابسة ايه والبراند اللي انتي لابسها منين وبكام والكلام ده كله، لا خالص. بيل جيتس كذا مرة لقوه بيلبس نفس الحاجة، بيلبس تي شيرت اسود، بيلبس حاجات ممكن لا يقال عليها براندز. ولما سألوه قال لهم لان انا بؤمن بحاجة اسمها قوة الفكرة. الانسان مش بهو لابس كام، ولكن بإيه اللي عنده، إيه اللي بيملكه من أفكار. ومش بس كده، لأ ده كمان الفكرة دي بتثري الناس اللي حواليه، بتأثر إيجابيا على الناس اللي حواليه. برضو أنا لقيت، كنت بقلب في الفيسبوك ولقيت بوستس للملكات والأميرات، شوفوا كانوا لابسين الفستان ده وعدوه في سنة كذا. فهنا مش بإنتي لابسة منين والبراند الفلانية منين، ولكن إيه اللي عندك بتأثري بيه على غيرك، وكمان الفلوس اللي هي عبارة عن ورق مش بتشتريه. فده يوصل بيا معاكو للنقطة رقم 7، وسر مهم جدا جدا من اسرار الناس الاغنياء، الاستهلاك. الناس الغنية هي مش ناس مستهلكة، ولكن دي ناس منتجة. بمعنى ايه؟ بمعنى تعالوا كده نفرق بين الناس العادية والناس الغنية. الناس العادية تلاقيها قاعدة قدام التلفزيون 24 ساعة، مسلسلات تستهلك، افلام تستهلك، اغاني تحفظها كلها، الالبوم تحفظها كلها، على الانستجرام ابديتد بكل المشاهير بيعملوا ايه، بيلبسوا ازاي، البس زيهم. انت هنا بتستهلكي وبس، عبارة عن كائن متلقي، عبارة عن كائن مستهلك. الناس الأغنية هي ناس مش مستهلكة، هي ناس بتنتج 24 ساعة، بتنتج 24 ساعة بتفكر. ولو اتكلمتي مع بعض الناس الأغنية هتلاقي ان الناس الأغنية دول تكلميهم يقولولك احنا ما بنعرفش ايه اللي في التلفزيون، شفتي الممثلة الفلانية لبست ايه؟ لا، وانا شوف لي انا مالي، هي الممثلة الفلانية دي جت تشوفني انا لابسة ايه؟ لا، انا في حاجات تانية انا مشغولة بيها اهم من ان انا اقعد اكون عبارة عن سبونج، امتص وبس، امتص وبس. ولما يعصروها ما تنزلش حاجة، تنزل nothing. فلا، انتبهي لطاقتك اللي بتتسحب منك، اعرفي ان انت كائن منتج مش 24 ساعة بتستهلكي كل اللي بيجيلك. اقول لكم في نقطة الاستهلاك، بيقول لك if you buy things you do not need you will sell things you do need. بمعنى انا ببقى خارجة شوبينج وبشوف بنات وبشوف ناس طول الوقت بيصرفوا يصرفوا يصرفوا. يا بنتي مش انتي جايبة جزمة اللون ده بس، دي فيها تركية، فيها لمعة. تقعد تستهلك وتصرف فلوسها على حاجات هي اصلا عندها وحاجات هي مش محتاجاها ومش هتعمل فرق في حياتها. فهنا البنت دي لما تحتاج وما تلاقيش هتضطر تبيع سريرها، هتضطر تبيع عفش بيتها، هتبيع حاجات هي اصلا محتاجاها. فانا عايزاكي تبقي مدركه انت بتستهلكي ايه. فهنا النقطه رقم 5 واللي مرتبط عليها، الناس الاغنياء بيصاحبوا بعض وهما بيزدادوا غنى وبيخلونا احنا اكثر فقرا. بمعنى ايه؟
بمعنى الناس الاغنياء على طول مركزة على الهدف، على طول عندها رؤية، على طول عايزة تشتغل، على طول عايزة تعمل حاجة، على طول بتقدم منتجات انت بتستهلكيها بدون وعي، زي ما احنا اتكلمنا عن التلفزيون، عن السينما، عن الاغاني، عن الالبومز، عن الصور، عن كل الحاجات دي، واحنا نقعد نستهلك وانا متصف. هنا انا برضو اتكلمت في نقطة الصداقة دي في اكتر من فيديو ليا، وقلنا ان ما تصدقيش اي حد، ما تصاحبيش اي حد. صاحبي اللي يقولك فكرة، صاحبي اللي تقولك معلومة، صاحبي اللي تقولك تعالي نقرأ الكتاب ده، صاحبي اللي تقولك انا استفدت حاجة جديدة، ايه رأيك نجرب حاجة جديدة، نعمل كذا، ايه رأيك نعمل كذا، ايه رأيك في المشروع الفلاني. انتبهي انتي بتصاحبي مين وانتي بتدي طاقتك لمين. فده يوصل بيا معاكو للنقطة اللي بعد كده، وهي من اهم النقاط على الاطلاق. الناس الاغنية هي ناس عارفة ان الغنى مش هو الورقة اللي انت بتشتري بيها كل حاجة، ولكن الفلوس هي مجرد وسيلة هتجيب لي حاجة هي اصلا عندي. الفلوس هي وسيلة مش غاية، هي اداة بستخدمها علشان اجيب الحاجات اللي انا محتاجاها. ده هنا الفرق بين حد غني وبين واحد مش غني. الغني هو اللي بيبقى عارف ان الفلوس دي هي اداة هتجيب له حاجات مش نهاية الدنيا. الشخص العادي هو اللي بيبقى فاكر الفلوس نهاية الدنيا، وانا لازم اشتغل كذا واقعد 20 ساعة في الشغل واعمل كذا واعمل كذا، ولازم اجيب الفلوس من هنا واعمل جمعيات واجيب الفلوس من هنا، فبيبقى بيطارد الفلوس، شايف الفلوس غاية، عايز يوصل للحتة دي ومش بيوصل. لان زي ما انتي بتبصي للفلوس، الفلوس بتبصلك. لو انتي بتطرديها هتهرب منك، لكن لو انتي مديها حجمها الاساسي في حياتك فهو هيفضل هو ده حجمها، وبالعكس هتحسي بالخير وبالوفرة. وهنا الناس الغنية مش هي اللي بتعمل كل حاجة، هي اللي ما بتعملش حاجة خالص. بمعنى ايه؟ بمعنى مش ان هي متكاسلة او متهاونة او كده، ولكن الشخص الغني هو اللي عرف يستهلك قدراته بشكل يجيب له فلوس حتى وهو نايم. الباسيف انكم اللي احنا بنسمع عنه اللي بقى يعني حديث الساعة، هو خلاص وعرف طاقته فين، عرف قدراته فين، باع الكتاب الالكتروني بتاعه، الناس عمالة تشتري وهو نايم مش بيطارد الفلوس. قوة الفكرة جابت له الفلوس لغاية عنده. فانا عايزاكي تركزي على نقاط قوتك، عايزة تعرفي ان ربنا عادل ايا كان دينك، فمش معقول هيخلي واحد غني وهيخلي واحد فقير، ولكن الغني هو اللي عارف يوظف قدراته، يحط ايده على نقطة قوة ويطورها وينميها ويحولها لشغف، والشغف ده يحقق له كل احلامه. وهنا خلي بالك بقى النقطة اللي بعد كده، ومن اهم النقط، وهي ان انا قلتلكوا في الفيديو اللي فات الفلوس عمرها ما هتجيلك تحت رجلك. يعني راجل اللي هو نايم وبيبيع الكتاب والكتاب بيجيب له دخل وهو نايم، الراجل ده جه عليه في مرحلة انه هو كان تايه، قعد يدور على معلومة هنا ويدور على معلومة هنا ويشتغل ويسعى ويقرأ. نفذي، بطلي كلام، بطلي كلام عن احلامك، بطلي كلام عن بكره، اصل انا بكره هعمل، اصل انا بكره هسوي، لما اخلف ولاد، لما الولاد يدخلوا المدرسه، بطلي كلام عن احلامك. الناس الغنيه هي ناس مش بتتكلم، هي ناس بتنفذ. خلينا احنا نقول في المعتقدات الشعبيه اللي عندنا ان بطلي تتكلمي علشان الحسد، ولكن مش بس الحسد، يعني مش بس المنظور ده، ولكن لما انت بتتكلمي انت بتدي رساله لعقلك بان خلاص انا مجرد اتكلمت، عقلك بيحس ان خلاص انت قربتي توصلي، الموضوع هيجي بسهوله، مش هيحتاج كل التعب، مش هيحتاج كل المجهود ده، فمش بتشتغلي، مش بتشتغلي كما ينبغي. ولكن لما بتبطلي كلام بتسعي بتشتغلي، اللي هو بيقولوا عليه بيعمل في صمت، لما توصلي لكده هتحققي اللي انت عايزاه. وخليني برضو اقول لكم the more you learn the more you earn، كل ما هتتعلمي كل ما هتكسبي، كل ما هتتعلمي كل ما هتطبقي، فكل ما هتكسبي اكتر. فدي من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. من اهم النقط العطاء. بيل جيتس لما ادى فكرة
ادى الفكره دي علشان يثري بيها البشريه، ينفع بيها البشريه كلها، يخدم بيها الناس. فزي ما ادى الفكره زي ما العطاء ده جاله اضعاف مضاعفه. انا بشارك معلومه معاكم بيجيلي مكان حب الناس، عملت صداقات، اتعرفت على ناس جميله جدا جدا. كل ما هتدي كل ما هتاخدي. الناس البخيله، الناس اللي بتستخسر المعلومه فيكي، تساليها هروح الطريق ده ولا الطريق ده، انت عملتي ايه علشان توصلي، قدمتي على الانترفيو ازاي، انت كتبتي ايه في السي في بتاعك. تيجي تساليها على اساس ان هي هتفيدك وعلى اساس ان هي هتساعدك، وتفاجئي بالصاعقه ان هي مش عايزه تقولك اي حاجه وبتخاف لا انت تاخدي رزقها، ده تبقي احسن منها تقولك فانت تنجحي عنها. فهنا انا عايزه اقول للناس اللي مش بتشارك، خلي بالك ان انت هتفضلي كده في فقر مادي ومعنوي، والانسانه الثانيه اللي انت بخلتي عليها بالمعلومه هتاخد المعلومه من غيرك وهتتفوق عليكي. الرزق ده بيجي لنا لحد عندنا، بيجي على حسب السعي، بيجي على حسب العطاء. كل ما هتدي كل ما هتاخدي. اوعي تفتكري ان انت لما تدي مش هتاخدي، اوعي تفتكري ان انت لما تبخلي هتبقي احسن، بالعكس بالعكس، مش بس عندك فقر مادي، ده فقر معنوي. طيب الناس الغنيه هي اللي بتدي وبتاخد اكتر اضعاف مضاعفه، اكتر بكتير. عايزه كمان اقول لكم النقطه اللي بعد كده، الناس الغنيه هي اللي يكون عندها اكتر من مصدر دخل. يعني برضو الممثلين تلاقي الممثل يقولك احنا شغلانتنا مش مضمونه، والممثل طبعا غني، احنا عارفين بياخدوا كام في الافلام، فهنا يقولك انا الشغلانه بتاعتي مش مضمونه، فعلشان كده انا عندي كفايه، علشان كده انا عندي مطعم، علشان كده انا فاتح معرفش ايه. فهنا بتلاقي عنده اكتر من مصدر دخل. وهنا يقولوا بره ما تحطيش البيت كله في سلة واحدة، يعني خلاص انا بشتغل شغلانة والشغلانة مضمونة، تاني يوم الشركة قفلت، ترارارا هروح فين، هاجي منين، مفيش، مش عارفة اعمل ايه. لكن يكون عندك شغل ويكون عندك موهبة او يكون عندك هواية بتجيب لك مصدر دخل تاني. لو انت بتعملي اعمال يدويه، لو انت بتعملي اكلات تعمليها وتبيعيها والكلام ده كله، فانت تبقي عارفه ايه مصدر قوتك وايه الحاجه اللي ممكن تكون مصدر دخل ليكي. ما تحطيش كل الوقت والجهد في حته واحده. النقطه اللي قبل الاخيره ومن اهم النقط على الاطلاق، لو عايزه تبقي غنيه، السعاده. عمرك ما هتلاقي واحدة مش سعيدة غنية. ناس تيجي تتكلم انا عندي فلوس وعندي وظيفة وعندي اطفال وعندي معرفش ايه، بس انا تعيسة، انا مش سعيدة، انا مش واثقة في نفسي، اصل انا مش حلوة، اصل اتقال عليا، اصل ما اتقالش عليا. فتلاقيها عندها insecurities كتير، تلاقيها مش واثقة في نفسها، تلاقيها مش سعيدة. فاستحال الانسان اللي مش سعيد هينجز. السعادة بتديكي طاقة إيجابية، الطاقة الإيجابية بتديكي دفعة، يعني انت تشتغلي، تبحثي، تدوري، the more you learn the more you earn، عايزة تعملي، عايزة تسألي، عايزة تجيبي، عايزة تطوري، تغلطي وتقعي وتقومي، تقعي وتقومي، تقعي وتقومي. فهنا دي سعادة. لكن لو انت مش سعيدة عمرك ما هتقدري تحققي اللي أنا قلت عليه دلوقتي. وعلشان كده بقولك اعرفي ان الفلوس يا جماعة مش هي السعادة. بوست ستنزل بيقولوا السعادة مش في الفلوس بس، الفلوس هتجيب لي ايفون وهتجيب لي معرفش ايه وهتجيب لي معرفش ايه وهبقى سعيدة. بيتهيألك في ناس غيرك عندهم كل الحاجات دي وعمرهم ما حسوا بالسعادة، عمرهم ما انبسطوا، عمرهم ما فرحوا، على طول عندهم مشاكل نفسية، على طول عندهم قلة ثقة بنفسهم، على طول عندهم اكتئاب، على طول سلبيين. فلازم تعرفي ان الفلوس ما بتشتريش كل حاجة. الفلوس مش هتشتري علاقتك بزوج بيحبك، الفلوس مش هتشتري ان انتي يكون عندك صحة، الفلوس مش هتشتري ان انتي يكون عندك ابن بصحة، الفلوس مش هتشتري الموهبة، مش هتشتري راحة البال. فلازم تعرفي ان كلنا اغنية، كلنا عندنا حاجات الفلوس ما بتشتريهاش وعمر الفلوس ما هتشتريها. علشان كده انا غنية. لما توصلي لقناعة ان انت اغنى انسان على وجه الارض، لما توصلي لقناعة ان انت عندك حاجات كتير قوي الفلوس ما تشتريهاش، تعجز الفلوس عن شرائها، هتعرفي ان انت غنية، هتعرفي ان في ربنا ايا كان دينك، ربنا بيساعدك، ربنا بيديكي، ربنا بيقويك. تبقي بتموتي وتعبانة شلي وتقفي تاني على رجلك، ايه ده انا وقفت ازاي، انا مش مصدقه.
عمر الفلوس ما هتشتري لك الكلام ده كله. فلازم تكوني مدركة الحتة دي. النقطة رقم واحد، اهم نقطة في ازاي تبقي غنية على الاطلاق، الصحة. health is wealth. عمرك سألتي نفسك القلب بكام؟ الكلى بكام؟ انا الكلى بتاعتي بايظة، انا هروح اشتري واحدة بربع جنيه السوبر ماركت؟ عمرك سألتي نفسك الاسئلة دي؟ انا بمشي على رجلي الاثنين، باخدها for granted. انا بشوف بعنايا الاثنين، باخدها for granted. لا، صحتك مش for granted. الصحة هي الغنى الحقيقي. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى. شوفي التعبان بيحس بإيه، شوفي المريض بيحس بإيه، وبيبقى عنده فلوس الدنيا كلها يقولك أنا مش عايز، أنا عايز أقف على رجلي، أنا عايز أمشي. مش بيشوف يقولك أنا عايز أشوف حفيدي، أنا عايز أشوف بنتي، أنا مش شايف، ملعون أبو الفلوس. الأكل يا بنات، اهتموا بالأكل الصحي. الأغنياء بياكلوا إيه؟ الاغنياء بياكلوا اكل انا وانتي بيكون موجود عندنا في الثلاجه، وبنقفل الثلاجه بنروح ناكل شوكليتس، بنروح ناكل الفاست فود، بنروح ناكل الجانك فود، بنروح ناكل القرف الموجود، نقفل الثلاجه. لكن الغني هو بيفتح الثلاجه، ياكل الخضروات، ياكل الموز الغني بالبوتاسيوم، ياكل كل الحاجات دي كلها، ياكل الاكل الصحي. قبل ما بياكل الاكل بيسال نفسه انا باكل ايه. الناس الغنية بتهتم بأكلها وبتهتم بصحتها وبتقدر قوي 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 صحتها. بتكون عارفة ان الصحة هي اللي تخليها تنتج، الصحة هي اللي تخليها تشتغل، الصحة هي اللي هتخليها تفكر، الصحة هي اللي هتديها طاقة، هتحولها لشغل، هتحولها لفلوس. لكن ودي حاجة انا بقولها لكم وبقولها لنفسي كمان، لان مين مننا ما بيضعفش قدام الاكل؟ لا، ادركي ان الصحة نعمة من اهم النعم. عايزه اقول لكم انا كنت واحده من الناس كنت بفتكر السعاده في الايفون، والسعاده في البيت اللي معرفش ايه، والسعاده في البراند اللي معرفش ايه بالشيء الفلاني. ولكن لما عرفت ان ربنا مديني زي ما مديكي، زي ما مدي الغنى حاجات كتير الفلوس تعجز عن شرائها، عرفت ان لا، الفلوس مش كل حاجه، هي مجرد اداه هتشتري لك حاجات هي اصلا عندك. كل واحد عارف يستخدم نقط قوته، يشتغل على نقط قوته، هو اللي نجح، هو اللي كسب، هو اللي فاز. لكن هتبقي كسوله مش عايزه تشتغلي وعماله تندبي حظك وتلعني حظك، تقارني نفسك بغيرك، واصل ده عنده اصلا ما عنديش، عمرك ما هتنجحي، هتبقي واقفة في مكانك. ده كان المحتوى بتاعنا النهاردة. لو حسيتي ان المحتوى ده فادك بحاجة ياريت تشاركيه، علشان الافادة تعم. وما تنسيش تشتركي في القناة. بتوحشوني وهتوحشوني من الفيديو للفيديو. مع السلامة.